جهة بيئية أو بحثية مسؤولة عن الأسباب الحقيقية وراء هذا النفوق في أفضل مخازن في بحر الكويت، والذي قضى على كميات هائلة من المحار التي قذفتها الأمواج على شواطئ الخيرعن. المحار وهو في موطنه يلصق بالصخر، عشان يلصق بالصخر يفرز خيوط بروتينية من البروتين وخيوط قوية جدا، فالمحار لاصق بالصخر أو بمحارة أخرى ويشكلون مجموعة. ناو المحارة منها ونفسها ما تطلع، يعني إلا إذا في ظروف قاهرة تترك مكانها تروح مكان ثاني. المحار بدأ يخف، احنا قصنا تقريبا 6 أماكن ما لقينا محار نافق، المحار تقريبا 95% منه جيد، منه قليل يمكن 3-4% اللي لقيناه متناثر مو يعني مو ماسك بالقاع. اللي لاحظنا ان كل ما اتجهنا شمال وجدنا ان المحار بدا يندفن، وخذينا عينات ان لقينا المحار يمكن ربعه او نصه خارج الرمال وحي. يعني هذا انا ما ادري شلون يعني قادر يقاوم كل هالمده، فهل الرمال هذه اللي يعني ان تكون سبب بحيث انها ادت الى نفوق المحار؟ هذه النشره